واش لي كيب؟ السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من قناتكم على اليوتيوب، قناة أهث الثقة القليعة، ومن محلكم محل أهث الثقة اللي متواجد دائما وأبدا بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوبة القليعة ولاية بازا. رانا فاتحين من أجلكم 24 ساعة على 24 ساعة، ورانا نستقبلوا كامل مكالماتكم 24 ساعة على 24 ساعة. بدون إطالة خوتنا العزاز، جبنا لكم اليوم لو صالون بينتو. خوتنا لو صالون بينتو خوتنا راه متوفر في محل أهث الثقة، والحاجة الشابة أنه راه متوفر بعدة ألوان. رانا وفرنا لكم بالك اليوم واحد 6 ولا 7 ألوان خوتنا، دوك نكتشفوهم مع بعض بعد ما نكتشفوا لو صالون تاعنا اللي بزاف شباب خوتنا. القماش تاعو راهو في الأونتي طاش، يعني أي طاشة غير بلانجات وتتنحى. شوفوا خوتنا لو صالون تاعكم متوفر في 7 بلاص، يعني مريح جدا وكبير وواسع خوتنا، حاجه الله يبارك. قلنا لكم القماش في الانتيطاش والمطلع خوتنا راهي كونفورتابل، راهي في الديترونت، حاجه الله يبارك، حاجه ما شاء الله. ولا فينيسيون واش تشوف في لافاس هنايا، تشوف في الدريير تاع لو صالون تاعك. هاي لي خويا العزيز، واش تشوف في لافاس، تشوف في الدريير تاع لو صالون. ايوي توجور خوتنا لي بي راهم اون بو اتر، يعني السوكل من تحت راهو كامل اون بو اتر خوتنا. شوفوا لا فينيسيون تاع لو صالون، حاجه الله يبارك. وشوفوا الخياطه تاع لو صالون تاعكم، حاجه الله يبارك، حاجه بسم الله ما شاء الله. هاي ليكم البونكيت تاع 3 بلاص، بزاف شابه خوتنا، بسم الله ما شاء الله. هنا كذلك راهي اون بو اتر، حاجه الله يبارك. شوفوا لا فينيسيون، بسم الله ما شاء الله خوتنا. هذا هو لو صالون بينتو، هذا اللون الاول خوتنا. شوفوا خوتنا هذا اللون الاول، قلنا لكم لو صالون بينتو راهو في 6 بلاص، قماش اونتي طاش مطلع دي 30، ولي بي من تحت راهم اون بوا اتر. لا فينيسيون ولا بود تكون في لافاس وفي الدريير تاع لو صالون تاعكم. نروحوا نشوفوا لا كولر هذه، بزاف شابه اللي دخلت جديده خوتنا في السنيك، حاجه الله يبارك خوتنا. يعني التطور راهو، يعني الاثاث راهو يتطور يوم بعد يوم، التطور في الاثاث راهو يزيد شيئا فشيئا، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك خوتنا. شوفوا شوفوا التيسي هذا شحال شباب، يعني رايح في السنيك، حاجه الله يبارك، حاجه ما شاء الله، رايح في الحنش، حاجه قوه خوتنا، يعني لون وتيسي بزاف شباب خوتنا، قوه قوه قوه. ما من لون تاع لو صالون هاي لا، يعني راهو مزيج بين اللون الابيض البني، يعني مخلط خوتنا، ما تقدرش تعرف، يعني حاجه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني لا كولر هذه بزاف شابه خوتنا. نروحوا نشوفوها من بعيد. شوفوا خوتنا لو صالون تاعكم في هذا اللون ولا فينيسيون كما قلت لكم، واش تشوف لافاس، تشوف في الدريير، يعني لا فينيسيون واو، بسم الله ما شاء الله. هذا هو البونكيت تاع 3 بلاص، حاجه الله يبارك خوتنا. نروحوا نشوفوا لا تروازيام كولر اللي صارت اليوم خوتنا. شوفوا خوتنا بسم الله ما شاء الله، توجور مع السنيك، حاجة الله يبارك. هذا راهو في البني خوتنا، هذا راهو في البني. شوفوا لي بي هنايا راهم كامل بالآتر، حاجة الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. لا فينيسيون لا فينيسيون لا فينيسيون، حاجة قوة. نروح نور لكم اون اوتر كولور خوتنا في السنيك، حاجة قوة. هاي ليكم خوتي، هذه راهي في الأحمر الآجوري، حاجة الله يبارك خوتنا، في الكرونة، بزاف شابة. شوفوا خوتنا بزاف شابه هاد لاكولور تاع لو صالون بينتو، بزاف شباب خوتنا. نروح نزيدو نوري لكم اون اوتر كولور خوتنا، هادي راهي في الكري، بسم الله ما شاء الله خوتنا. شوفوا بسم الله ما شاء الله، يعني لو صالون تاعكم اي لون يخرج عليه، اي لون يخرج عليه خوتنا، اللهم بارك وزد. نروح نزيدو نشوفو خوتنا محبي الباج خوتنا، هاوليكم محبي الباج، هاوليكم بزاف شباب، حاجة الله يبارك خوتنا، حاجة قوة قوة قوة، حاجة ما شاء الله خوتنا. ما من المخايد تاعو بزاف شابين، شوفوا خوتنا المخايد تاع لو صالون بزاف شابين، حاجة الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الخدمة تاع لو صالون هنا يا حاجة الله يبارك، والقاعدة تاعو خوتنا ما نحكي لكمش، القاعدة ما نحكي لكمش، يعني قاعدة مريحة ومريحة جدا. نروحوا نشوفوا لا دارنيير كولور اللي راهي متوفرة اليوم في المحل خوتنا، كاين عدة ألوان خوتنا، من غير هذه الألوان كاين عدة ألوان راه متوفرين في لو صالون بينتو، بسم الله ما شاء الله خوتنا. مام هاد لا كولور بزاف شابة، شوفوا خوتنا شحال هايلة. هذا هو لو صالون بينتو خوتنا، السعر تاعو 16 مليون
416 مليون و400 بالنقل المجاني عبر كامل ربوع الوطن نتاو ولا انتي. اذا راكم انتيريسي وحابين تتحصلوا على هذا الصالون وما تردوش خوتنا تتواصلوا معنا عبر الارقام اللي راهم موضحين في الشاشه خوتنا اللي راهم اسفل الشاشه. تواصلوا معنا ورانا في الخدمه 24 ساعه على 24 ساعه. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في روحكم خوتنا وما تنساوش البثوث المباشره اللي رانا نديروها لكم يومي الاحد والاربعاء ابتداء من الساعه 10 ليلا خوتنا. كونوا في الموعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.